أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله سميع عليم. يا إن الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا
قوم
ولا نساء من نساء عسى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا إن الله عليم خبير يا Oh.
الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود وعاد
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية دكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. الفاتحة.